هي الكرة الأخيرة والأمل الأخير للوداد، ليس فقط في هذه المباراة ولكن في مستقبل في دور مجموعات تشامبيونز ليج. إذن ستلعب الضربة الحرة، مفروض أن حتى المطيع، أنا لو مكان عادل رمزي نقول للمطيع أصعد، نقول للمطيع أصعد لأن الكرة الأخيرة. ستلعب ديال الضربة الحرة عن طريق سيف الدين بوارا، ترفع ديال الكرة، ممكن ممكن جول 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 جول. الدراوي 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 الدراوي، جابها الدراوي في الجول، جابها الدراوي في الجول. عادة الحياة للوداد، وبهذه الكرة الوداد سيبقى في المنافسة. هذه اللقطة، هذه الجزائري في أرض الباجة، في أرض الباجة عادت الابتسامة، في أرض الباجة مراكش عادت الابتسامة بيسارية الجزائري الدراوي. جاب في الجول وجيب من الشباك يا لكريد، هادي في شباكك يا لكريد. 1-0، الوداد لا زال حيا، الوداد عاد من غرفة الإنعام.